السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل نشرتنا بالعناوين. رئيس الجمهورية يشارك في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشرم الشيخ بمصر. رئيس الجمهورية يلتقي عديد القادة وكبار المسؤولين العرب والأفارقة ويتلقى تهاني رؤساء دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية على نجاح القمة العربية بالجزائر. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد العمل على إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية شاملة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. تأكيد من برج باج مختار على ضرورة استحداث محطات لتوليد الكهرباء باعتماد الألواح الشمسية. وفي النشرة نموذج رائد لمنزل يعمل بطاقة نظيفة. ومجمع جيكا للإسمنت يحافظ على البيئة والمحيط. ونتابع دار الأوبرا تصدح بالأغنية الثورية. ومن جانات افتتاح موسم السياحة الصحراوية. ومن وهران فسيفساء ثقافية بعبق نوفمبري. أهلا بكم. بداية، شارك اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشرم الشيخ بمصر في أشغال اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بدعوة من أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتناقش الدورة الحالية ملفات تخص الانتقال العادل للاستثمار في مستقبل الطاقة والتمويل المبتكر للمناخ والتغير المناخي واستدامة المجتمعات الضعيفة، إضافة إلى الأمن الطاقوي والأمن الغذائي وكذا الأمن المائي. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد استقبل صباح اليوم لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ من قبل أخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وقبيل انطلاق الأشغال أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة المناخ. وعلى هامش أشغال اجتماع قمة المناخ تحدث السيد رئيس الجمهورية مع الرئيس البلغاري غومان غاديف. السيد رئيس الجمهورية تحدث أيضا مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني. كما تحدث السيد رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روتي.
كان لقاء أخويا جمعني مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون. ناقشنا بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على دعم علاقاتنا الثنائية. هناك العديد من الملفات التي يمكن تطويرها بين بلدينا، كما حققنا معا تطورا ملحوظا في قطاعات الزراعة، الاقتصاد ومجالات أخرى. تباحثت أيضا مع السيد الرئيس الأوضاع الإقليمية والسياسية بالمنطقة. كان لقاء مثمرا وسنبني عليه مستقبل علاقات التعاون المشترك. رئيس الجمهورية وعلى هامش أشغال الاجتماع دائما التقى عددا من القادة وكبار المسؤولين العرب. كما أجرى السيد الرئيس لقاءات عديدة مع قادة دول إفريقية على هامش أشغال القمة بشرم الشيخ. السيد الرئيس تلقى التهاني من قبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على نجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر الجاري. كما كانت للسيد الرئيس لقاءات مع عدد من قادة العالم خلال وعلى هامش مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ. في النشاط البرلماني صادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي 2022 المتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب إجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة لا سيما الفلاحة. التصويت جرى في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وبحضور وزير المالية إبراهيم جمال كيسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أشرف اليوم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على اجتماع عمل على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، ضم إطارات الصحة العسكرية وأعضاء السلك الطبي. المتابعة لسونيا جاسي. بعد مراسم الاستقبال ورفقة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي الصحة العسكرية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد أعضاء السلك الطبي العسكري عبر جميع النواحي العسكرية. أكد من خلالها أن إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمينا لطالما شكل انشغالا دائما للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. أود بهذه المناسبة
التأكيد على إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمينا، متسمة بجودة التسيير وبالتكامل للأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية العسكرية، لطالما شكل انشغالا دائما للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. كما أن ما تحقق ميدانيا أو ما هو في طريق التجسيد من إنجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية وعلى جميع الأصعدة يمثل إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المتواصلة المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل الدعم المتواصل للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. السيد الفريق أول أكد بذات المناسبة أنه ومن منطلق الوعي بأهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بالمستخدمين، فإنه تم توفير كافة الإمكانات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام، سواء في المجال المنشآتي والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي. فمن منطلق الوعي بأهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وذويهم وأثرهما الواضح في تحسين أدائهم، لم نبخل في توفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام، سواء في مجال المنشآت والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي المتعلق بالأسلاك الطبية في مختلف تخصصاتها. وفي هذا الصدد بالذات تندرج المشاريع المنشآتية الهامة المتواجدة حالياً قيد الإنجاز على غرار المستشفى العسكري بسطوالي أو المستشفى العسكري الأم والطفل ببني مسوس أو المستشفيات الجهوية وتلك المتعلقة بالإسناد الصحي المبرمجة على مستوى النواحي العسكرية الست. السيد الفريق أول حث كافة المسؤولين المعنيين على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الصحي بالمستخدمين ليبلغ المستوى المنشود. في ذات السياق وبهدف تمكين هذا القطاع الحساس من تأدية مهامه على أحسن وجه، يتوجب على كافة المسؤولين المعنيين ببذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الصحي بالمستخدمين العسكريين إلى المستوى المنشود، لا سيما من خلال السهر على تكوين عنصر بشري كفء كفيل بتقديم رعاية صحية نوعية تكون في مستوى تطلعات المستخدمين وتتوافق تماما مع الإرادة العازمة التي تحدون في سبيل تطور ورقي الجيش الوطني الشعبي. فمقياس الكفاءة ومعيار القدرة هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه نحو تثبيت نهج تحفيز الطاقات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعهما على مواصلة بذل المزيد من الجهود على الدرب خدمة جيشنا الباسل الذي يتجه دائما وبعزم نحو الاستفادة أكثر فأكثر من تجارب واحترافية ومهارات إطاراته في كافة مواقع عمله، بغية اكتساب المزيد من القوة وتثبيت معالم
النجاعة القتالية. في الختام، أسدى السيد الفريق أول جملة من التوجيهات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة التكفل الأمثل بالمرضى والمصابين، لا سيما الجرحى والمعطوبين، فضلا عن السهر على الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية المتطورة التي تحوز عليها المنشآت الصحية العسكرية. وتحضيرا لاجتماع القمة الإفريقية الاستثنائية المقررة أواخر نوفمبر الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامي، شارك وزير الصناعة أحمد زغدار في إشغال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالصناعة بنيامي بدولة النيجر. الاجتماع حمل شعار التصنيع في إفريقيا التزام متجدد بالتصنيع الشامل والمستدام في والتنويع الاقتصادي. وخلال الاجتماع تم طرح المقاربة الجزائرية المتعلقة بتطوير وتحقيق التنمية الصناعية في القارة السمراء. وضمن مساعي ترقية الصناعة في جميع المجالات، نقف في النشرة عند المؤسسة المتخصصة في إنتاج السيراميك والهياكل المعدنية بولاية البويرة، والتي تعد إضافة مهمة للسوق الوطنية من خلال إنتاجها لهاتين المادتين الأساسيتين في المشاريع الاستثمارية الكبرى. المزيد مع إكرام قاضي. شراكة جزائرية صينية منحت عمالها من الجزائريين الشباب تكوينا وتجربة في مجال تحويل الرخام. في البريمير فوادي جاني تكريتي هنايا في المصنع هذا، الحمد لله رانا خدامين معاهم وماذا بينا نسعاو بان نخرجوا بون كاليتي، فرونا مناصب تاع الشغل، نسعاو بون الانتاج يكون دائما نحسنوا الانتاج وتكون الوفرة. يوجد في هذه الوحدة المتخصصة في تحويل الرخام 60 عامل، حيث تنتج هذه الوحدة 120 ألف متر مربع سنوياً، ونسعى دائماً لتوسيع هذه الوحدة مع الحفاظ على الجودة العالية. هنا بالمؤسسة المتخصصة في إنتاج السيراميك والهياكل المعدنية بالوحدة الصناعية بالبويرة، تنتج قرابة 14 طناً من الهياكل المعدنية و400 متر مربع من الرخام يومياً. الهياكل المعدنية فيها قسمين، قسم الإنتاج وقسم لابنتور الدهان. عندنا 20 خدام وإن شاء الله بخوشان مو راح نديرو ريكروتمون نزيدو أكثر ليد العاملة وننتجو من 3000 طن حتى 5000 طن في العام. غطينا السوق المحلية ونسعى إن شاء الله للتصدير كما أننا يعني صدرنا من قبل إلى مصر، وذكرنا نسعى للتصدير لأوروبا إن شاء الله. رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية سواء تلك المستكملة أو في طور الإنجاز، فقد تم منح 30 رخصة استثنائية على مستوى الولاية، مما نتوقع خلق أكثر من 1900 منصب شغل. هذه المشاريع راهي محل متابعة ومرافقة من طرف كل قطاعات صلة. مشروع استثماري ناجح يدعم السوق الوطنية ويقلص من فاتورة استيراد مثل هذه المواد في مشاريعنا الكبرى. وضمانا لوفرة مادة السكر في السوق الوطنية، يعمل مصنع السكر بولاية جالما على الرفع من قدراته الانتاجية إلى 700 طن يوميا، كما يراهن على التوجه نحو التصدير. تقول عائشة بوبريق. يتربع على مساحة 17 هكتاراً مصنع السكر بولاية جالما، واحد من بين 4 مصانع للسكر في الجزائر. تمت خصصته سنة 2007 بقدرة إنتاج لم تتعد 150 طناً، واليوم بفضل تسهيلات الدولة واعتماد خطط تسويقية ناجحة وصلت قدرة الإنتاج إلى 700 طن يومياً. وفي الأفق، في الأفق الآتية إن شاء الله نعاول إن شاء الله نوصل الإنتاج إلى 1000 طن يومياً. قوانين جديدة فيما يخص الاستثمار، تساهلات للمتعاملين الاقتصاديين كانت جبارة. الهدف الرئيسي هو اكتفاء السوق الوطنية ومشاريع فيما يخص التصدير للبلدان المجاورة. هنا بمركز التحكم هذا تم اعتماد تكنولوجيات جديدة في التسيير من أجل مضاعفة القدرة الإنتاجية. احنا في هذه الوحدة نقوم بجميع مراحل التحكم الإلكتروني، نتحكم في التكنولوجيات وفي الماشين اللي عندنا باش نزيدوا في الإنتاج. إدارة المصنع وفرت لنا جميع الظروف بما فيها الآلات الحديثة والتكنولوجيات الحديثة، وهذا لي ضمان تسيير أحسن وسهولة في إنتاج السكر.
ولضمان منتوج نوعي وجيد لهذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، كفاءة جزائرية تسهر على ذلك. هنا على مستوى المخبر نقوم بجميع التحاليل اللازمة التي تمر عبرها التحولات التي تطرأ على المادة الأولية، وهذا لضمان منتوج نهائي وهو السكر الأبيض المبلور ذو جودة عالية حسب المعايير التي تطلبها منا الدولة الجزائرية. ولضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية يسهر 320 عاملا على إنتاج 25% من احتياجات السوق الوطنية. وعلى ضوء الديناميكية الصناعية والحركية التجارية بموانئ الجزائر، تعمل شركة موانئ دبي العالمية على توسعة نشاطها بالجزائر، تقول ليندا مكي. نحن هنا بميناء الجزائر، أين بشرت شركة ميناء دبي العالمية عملية توسعة مهمة لرسو الحاويات ذات الحجم الكبير، توسعة ستسمح برفع حجم الصادرات. هذه المعدات الحديثة تقصر من الوقت الباخرة في الرصيف، يعني نقدر نشوفوا بلي هذه المعدات هذه الحديثة تقدر تعمل حتى 20-25 حاوية في الساعة. هناك معدات أخرى في اليارد في البارك، معدات متطورة تسمح كذلك بالإسراع في تحميل حاويات على الشاحنات وإخراجها في أقصر وقت ممكن. إحنا الآن بمثلنا ميناء الجزائر العالمي نقارن يعني مردوديتنا مع الموانئ الموجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط، حتى موانئ في الشرق الأوسط ولا في إفريقيا ولا في يعني هذا يعني مكن الميناء أنه يكون عنده تنافس ويعطي يعني خدمات للمتعاملين باش يكون عندهم يعني وسيلة لنقل السلع بأقل كلفة. من بين الموانئ التي استفادت من عملية التوسعة ميناء جنجن بولاية جيجل. فيما يخص ميناء جنجن، الآن ميناء جنجن حيكون أكبر ميناء في الجزائر، بحيث أنه ممكن ترسو فيه بواخر أكثر من 14,000 حاوية. وبالطبع احنا نتماشى مع يعني سياسة الحكومة فيما يخص الصادرات، صادرات السلع الجزائرية، بحيث أنه شفنا في ميناء الجزائر عدد الحاويات جازت من 1.5% من الحجم الإجمالي إلى أكثر من 4%، وإحنا إن شاء الله في سنتين القادمين نريد أنها تكون 10%. تتوفر الجزائر على بنى تحتية مهمة في مجال النقل، مما يؤهلها لاحتلال مكانة معتبرة ومحورية في نقل البضائع من وإلى الجزائر نحو الموانئ الأوروبية والإفريقية على وجه الخصوص. أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال زيارة ميدانية قادته لولاية برج باجي مختار، أكد على ضرورة تعميم تزويد محطات إنتاج الكهرباء بالألواح الشمسية لكونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. جاء هذا على هامش تدشين محطة لتوليد الكهرباء بطاقة تفوق 10 ميجاوات، بالإضافة لإطلاق مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء التي تشتغل بالوقود بقدرة إنتاجية تقدر ب 58 ميجاوات يوميا. مشروع محطة توليد كهرباء عند الطاقة الشمسية هو مشروع مهم للمنطقة، لأنه عنده هدفين. الهدف الأول هو تغطية ولاية برج باجي مختار بالطاقة الكهربائية، والهدف الثاني هو النقص في استعمال، يعني تخفيض في استعمال مادة الديزل وهي الغازوال اللي نستعملوها في محطات الديزل. لكم شفتوا المسافة، برج باجي مختار بعيدة على المصفات أضرار، وكذلك التكلفة الكبيرة لنقل الغازوال إلى هذه المنطقة. فإحنا راح نعمم هذه المحطات الصغيرة، هي 10 ميجاوات وممكن نعمل لها توسعة، وعندنا محطة ثانية في تيمياوين ب 2 ميجاوات، يعني كلها إجمالي 12 ميجاوات في هذه المنطقة. الاحتياج الآن في وقت الذروة وصل إلى 29 ميجاوات، يعني عندنا محطات توليد كهرباء عن طريق الديزل، والتغطية
إجمالية لولاية برج باجي مختار هي ب 80 ميجاوات، الآن موجودة 80 ميجاوات كقدرة إنتاجية للكهرباء في ولاية برج باجي مختار. وبمعهد الطاقات المتجددة ببوسماعيل يعمل الباحثون على تطوير مشاريع عديدة باستخدام الطاقات المتجددة، ومن بينها أنموذج لمنزل عصري يعمل بطاقة نظيفة. من العجال تفصل. هذا المنزل الذكي أول أنموذج بالجزائر طور من قبل باحثين في معهد الطاقة المتجددة الذين يعملون على تطوير أنظمة ذكية واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتحكم في استهلاك الطاقة. هذا البيت مزود بألواح شمسية تقوم بتزويد الأجهزة الكهرومنزلية للمنزل بالطاقة التي تحتاجها. يوجد هناك أيضا بطاريات لشحن الطاقة. كما قلت سالفا نعمل على أنظمة ذكية من أجل خلق توازن بين الطاقة المنتجة محليا عن طريق هذه الألواح والطاقة المستهلكة، وذلك لتحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقات المتجددة دون اللجوء إلى الشبكة العمومية. تنويع مصادر استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر والمياه الجوفية خطوة أخرى يسعى الباحثون في هذا المعهد من خلالها إلى تقليص تكلفة استخدام الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية. هذا المخبر نقوم بتحلية مياه البحر والمياه المالحة باستعمال الطاقة الشمسية عبر تقنية الأغشية للحصول على مياه عذبة بأقل تكلفة وجعلها في متناول المواطن، كما نهدف إلى تثمين المياه الغنية بالأملاح الناتجة عن ذلك. نعمل على مشاريع بحث تطبيقية تمتد لمدة 3 سنوات. هذه المشاريع تنطلق من الواقع المعاش، من الإشكالات مختلف الإشكالات المطروحة من طرف شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين. كل المشاريع التي نقوم بها هي مشاريع ذات أبعاد بيئية، أبعاد اقتصادية، وكذلك حتى أبعاد اجتماعية. تمتلك الجزائر مقدرات طاقوية نظيفة تمكنها من التقليص وبشكل كبير من انبعاثات الغازات السامة التي تتسبب في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. وفي سياق متصل، وفي إطار احترام الجزائر لالتزاماتها بخصوص المناخ والانبعاثات الغازية، اعتمد مجمع جيكا لإنتاج الإسمنت مجموعة من التدابير تضمن سلامة البيئة وتحترم نظافة المحيط. ما يخرفي. الحفاظ على المناخ تحدي عالمي، لذلك يبقى التنظيم البيئي لحمايتها ومكافحة التلوث أداء لا بد منه للتحكم في أسباب المشكلات، مما جعل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا بشلف أكثر التزاما اتجاه البيئة باستخدام المعايير البيئية العالمية. تحصلنا على شهادة مقاييس العالمية للمحافظة على البيئة، وهي شهادة 14 في سنة 2021. عندنا مفتشين لمراقبة البيئة يشوفوا كل الالتزامات اللي قمنا بها. إن مصالحنا تقوم بعمل مراقبة والتفتيش في إطار زيارات فجائية من أجل الوقوف على مدى احترام كل المقاييس والمعايير البيئية. جهود كبيرة لمجمع الإسمنت تتكيف مع التحديث في تحسين الأداء لحماية البيئة. قمنا باتصال بمكتب دولي اللي هو أفق أفنور، لقام بمرافقة المؤسسة donc un accompagnement pour avoir le certificat c'est-à-dire la certification selon les trois référentiels وبالأخص 14001-2015. سياسة الجودة والبيئة والتي تعهد من خلالها على المحافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، كذلك على الحد من الانبعاثات الغاز والغبار والحفاظ على البيئة نظيفة من خلال رسكلة النفايات. بخصوص النفايات السائلة، هناك عندنا خزان مخبري خارجي، وبمجرد امتلائه يقوم مزود خارجي ب لا ريكوبيراسيون تاع هادو لي زانفيديون ليكيد، وعندنا نفايات صلبة بحيث نقوم بإدراجها مرة أخرى في مراحل الإنتاج. الجزائر تعرف وتيرة متسارعة في مجال التصنيع.
مرافقتها باستراتيجية محكمة لجعل المؤسسات الصناعية في منأى من تلويث المناخ من خلال استغلال أحدث التقنيات المعمول بها في العالم للتخلص من النفايات الصناعية. والحكومة من جهتها تحرص على تشجيع استعمال الغاز المسال كمصدر للطاقة نظيف وغير مكلف. ملكة بن عويشة. اقتصادي وغير مكلف وصديق للبيئة. الغاز الطبيعي المسال سيغاز من الطاقة النظيفة المعول عليها في الجزائر للتقليل من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة. اللي ركبته في 2021 ما لقيت حتى مشكل معه، الحمد لله، هو اقتصادي ومام طون ثاني مليح للبيئة. هذه سي نو اوبورتونيتي باش بور فير دو ليكونومي دارجون و ثاني نو با غاسبيي دو لارجون. ثالث بوين سي لو بوين ايكولوجيك. هذا شغل صديق للبيئة والبيئة تاعنا لازم نحافظوا عليها. رانا اليوم في مركز تحويل سيغاز بومرداس، يعتبر واحد من بين 50 مراكز المتواجدة على القطر الوطني في نفطال. من جانب الأمن حبينا نتكلموا شوية على جانب الأمن كذا باش يعرف المواطن أنه تركيبات تجهيزات سيغاز المستعملة في نفطال هي تجهيزات خاضعة لمعايير عالمية، يعتبر وقود نظيف وصديق للبيئة، ذلك لأن الغازات المطروحة نسبتها ضئيلة وتكاد منعدمة مقارنة بالبنزين والمازوت. اعتماد الطاقات النظيفة وتعميمها توجه تصبو إليه الجزائر ضمن استراتيجية بيئية واعدة للحد من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والالتزام بالمواثيق الأممية بشأن التغيرات المناخية. محاور المشروع الانتقال الطاقوي ترمي إلى الرزانة الطاقوية وترشيد استعمال الطاقة. ثانيا تطبيق معايير الفعالية الطاقوية لتحسين مؤشرات الطاقوية المحددة. ثالث محور هو تجسيد وتعزيز الطاقات المتجددة في نموذج الاستهلاك والإنتاج الطاقوي للمؤسسة. رابع محور هو المساهمة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 30% هي نسبة مساهمة نفطال كفاعل أساسي في المجهود الوطني لتحقيق الأمن الطاقوي ضمن مساعي تجسيد التنمية المستدامة. ومشروع وادي الحراش واحد من أهم المشاريع البيئية الحيوية بالعاصمة لما له من أهمية كبيرة في التخفيض من حدة التلوث، حيث تعمل الدولة على تسخير مختلف الإمكانات المادية والبشرية لإنهائه والإسراع في إنهاء المشروع، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 95%. مالك درحمون. من هنا تبدأ عملية جمع المياه المستعملة لسكان الجزائر العاصمة بمحطة تصفية المياه ببراقية، مضخات وأجهزة متطورة تعمل على تصفية المياه بنسبة تقارب 50% قبل صبها في وادي الحراش بدون مواد ملوثة للبيئة. في المرحلة الأولى يتم ضخ المياه ومن بعد ندير لها أنديغرياج، نحيو لها الشوائب الكبيرة للديشي غروسي كما القراع وكاع واش يجي في الريزو، ومن بعد نروحوا للمرحلة تاع ديسابلاج وديزويلاج، نحيو نديرو ترسيب المياه، نحو لها الأطربة ولي غريس اللي يجوا في الماء، نفعلوا المواد اللي تجي في الماء، المواد العضوية مع البكتيريا اللي فيها، نجيكتيو لها الهواء وتصفي الماء باش يخرج على حسب المعايير المعمول بها دوليا. الهدف من توسعة المحطة هي معالجة أكبر قدر ممكن من المياه لنصل إلى صفر مياه قادرة على مستوى مجرى الواد. القائمون على المشروع وبغية القضاء على النقاط السوداء على مستوى الوادية وبالتنسيق مع وزارة البيئة تم وضع جملة من الشروط على المؤسسات الصناعية التي تصب فضلاتها الصناعية في وادي الحراش للحفاظ على نظافة المياه. هذه المؤسسات المصنفة التي تم تفتيشها في ولاية الجزائر عندها شروط وتكون لازم تكون يكون عندها جهاز لمعالجة المصبات الصناعية السائلة. ومع اقتراب نهاية المشروع تم إنشاء مؤسسة تعمل على مرافقة فضاءات التسلية الموجودة على ضفاف الوادي للحفاظ عليها وإنجاز مشاريع أخرى جديدة له بهدف جعل هذا الواد أو هذا الموقع
قطب سياحي ومركزي للعاصمة في مجال الترفيه والراحة ليكون متنفسا آخرا للولاية، فضلا عن أنه سوف يخلق مناصب شغل متعددة وجديدة لفائدة سكان المنطقة. في هذا الصدد سوف تقوم هذه المؤسسة بتسخير كل الوسائل البشرية والمادية من أجل إعادة إحياء وادي الحراش. هو واحد من أهم المشاريع على مستوى العاصمة لما له من طابع بيئي وسياحي يعطي للعاصمة وجها آخر. في الشأن الرياضي وفي إطار التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين شهر جانفي القادم، وقف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بولايتي عنابة وقسنطينة على مدى جاهزية المرافق والمنشآت. عبد الملك زنيدية. هي الرتوشات واللمسات الأخيرة لملاعب مدينتي عنابة وقسنطينة التي ستحتضن الشان المقبل، حيث قاربت أشغال إعادة تهيئة ملعبي 19 ماي والعقيد شابو بعنابة على الانتهاء. هناك يعني تقدم يعني كبير ملموس ملحوظ في الأشغال اللي يخلي إن شاء الله عنابة تكون في تمام الجاهزية يعني لاستقبال هذه التظاهرة. الآن الملعب الخاص بالتدريبات اللي احنا متواجدين فيه الآن هو جاهز يعني تماما. ومع بداية العد التنازلي للعرس الكروي الإفريقي، يبقى الالتزام بتسليم مختلف الورشات المتبقية في موعدها المحدد، التزام أكد عليه وزير الشباب والرياضة على تجسيده بعناية. أنا الباتيمون هذا لو 15 نوفمبر ما نحتاج حتى واحد من باتيمون يطير في الباتيمون هذا. ومن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة دعا الوزير إلى تدارك بعض النقائص المسجلة في أقرب الآجال. الآن مع وجود سيد الوالي يعني حديثا على ولاية قسنطينة، أنا شخصيا مطمئن مع وجود سيد الوالي هنا في قسنطينة، على بالي باللي يوقف على الأشغال ونكون إن شاء الله قبل الموعد. رانا متوجهين إلى طلب احتضان الكان 2025، معناها فرصة راح يكون هذا لوشان تيست إيفنت بالنسبة للجزائر باش نقدروا نطلبوا احتضان مناسبات دولية أخرى. وفي الأخير أكد الوزير على أهمية دور المجتمع المدني والجمهور الرياضي في إنجاح عرس الجزائر القاري. في إطار إحياء الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون، أشرف اليوم وزير الاتصال محمد بوسليماني على تسمية مركز البث الفضائي لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري ببوشاوي باسم المدير العام الراحل عبد الملك حيو، حيث كرمت بالمناسبة عائلة المجاهد تقديرا وعرفانا لجهوده التي قدمها للمؤسسة خلال مسيرته المهنية التي دامت نصف قرن من الزمن. وفي غمرة الاحتفالات المخلدة لثورة نوفمبر المجيدة، تحتضن أوبرا الجزائر بعلا بالسياح بالعاصمة الأيام الوطنية للأغنية الثورية. التظاهرة الثقافية التي يحضرها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وأعضاء من الحكومة والأسرة الثورية تشكل فرصة لتكريم أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطنية. أكد اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي خلال إشرافه بولاية جانات على افتتاح موسم السياحة الصحراوية، أكد اهتمام الدولة بإنعاش السياحة الصحراوية من خلال إجراءات جديدة تتماشى وتطلعات متعاملي قطاع السياحة من حرفيين وأصحاب الوكالات السياحية. إبراهيم بالخير. جانيت عاصمة التأصيل النجار وسحر الصحراء الجزائرية، مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية تفتح ذراعيها للباحثين عن المغامرة والاستكشاف، خاصة وأن الموسم يتزامن مع عطل آخر السنة. نحن على هبة الاستعداد لاستقبال جميع أنواع السواح سواء كانوا محليين أو أجانب، ونحن اليوم كوكالة سياحية عرضنا كل الإمكانيات التي نتمتع بها، التي يمكن من خلالها أن نوفر الراحة التامة للسائح أثناء
زيارة ولاية جانت. إنه إحنا الشيء اللي نحوص عليه ماهوش سياحة التوريزم دو ماس، نحوصوا على أن توريزم دو كاليتي، أن توريزم سيليكتيف اللي السائح اللي جينا لحنا يخصو يتوشي لخدمات عالية، والعدد يكون عدد محدود لأنه لي سيت نتاعنا فراجيل حساسين جدا. ونظير ما تسخر به التأصيل النجار من ثراء طبيعي وتنوع ثقافي وكنوز تاريخية، تتطلع الجزائر إلى استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب لإنعاش السياحة الصحراوية. وفي هذا السياق ينبغي الإشادة بأن استراتيجية تطوير السياحة منبثقة من التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبناء على توجيهاته الرشيدة الرامية إلى استغلال كل مقومات الجذب السياحي الهائلة والمتنوعة التي تزخر بها الجزائر، وخاصة منها تلك الإمكانات السياحية الهائلة المنتشرة في ربوع صحرائنا الكبرى. وإبرازا للمكنون الثقافي للمنطقة، معارض للصناعة التقليدية بكل المرافق السياحية باعتبارها مرآة عاكسة للسياحة وداعمة للاقتصاد الوطني. في الختام، شكل المهرجان الوطني الثقافي لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة المنظم بوهران فرصة لإبراز المواهب الشابة والمبدعين في شتى الميادين الثقافية والفنية. مختار مذكور. التقى الإبداع بالمادة الخام فشكل في سيف سائن يعبر بحق عن مدى تعلق الشباب بمختلف الفنون. إنهم المشاركون في المهرجان الثقافي الوطني لطلبة مدارس الفنون والمواهب المنظم بوهران. مهرجان الهواس نقول لهم صافي بليزير، احنا ثاني كنا كيما هكا، كنا جدد وكنا نشاركوا وكنا نتعلموا من الفنانين الجزائريين، والفنان الهاوي هذا هو لازم يحط راسه، لازم يتربى على التراث الجزائري خاصة. مشاركة جميلة جدا، تشرفت بحضوري في هذا المهرجان اللي طبعا تاعو دائما تجي خاصة جدا، خاصة لاكتشاف مواهب شابة. هناك عدة شباب يعني متميزون في هذه المواهب، من مواهب في الرسم الزيتي وإلى ما فيه ذلك، فنتطلع إن شاء الله إلى مهرجانات أكثر. النسخة الثامنة للمهرجان طغى عليها عابق نوفمبر المتوهج الذي عبر عنه الشباب كل في ميدانه. أربطنا يعني كل الحدث بحدث ثورة نوفمبر الخالدة، وتحت شعار نوفمبر المجيد بعيون فنية جديدة، وهذا يعني طبعا هذه في هذا طبعا أردنا أن يكون مشاركة الجنوب الكبير يعني بكثرة. تشجيع المواهب خصوصا المواهب الشابة الإبداعية والابتكارية، وليس فقط تشجيعها والاستثمار فيها، بل كذلك العمل على تنميتها وما يعرف بالتربية الفنية. المهرجان فرصة لاكتشاف المواهب ومرافقتها حتى تصنع لنفسها اسما في عالم الثقافة. ختام نشرتنا، وهدى تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. رئيس الجمهورية يشارك في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشرم الشيخ بمصر. رئيس الجمهورية يلتقي عديد القادة وكبار المسؤولين العرب والأفارقة ويتلقى تهاني رؤساء دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية على نجاح القمة العربية بالجزائر. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد العمل على إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة وقادرة على ضمان تغطية شاملة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. تأكيد من برج باجي مختار على ضرورة استحداث محطات لتوليد الكهرباء باعتماد الألواح الشمسية. وتابعتم في النشر نموذجا رائدا لمنزل يعمل بالطاقة النظيفة. ومجا
مجمع جيكا للإسمنت يحافظ على البيئة والمحيط. وبدار الأوبرا التي تصدح بالأغنية الثورية. ومن جانات افتتاح موسم السياحة الصحراوية. ومن وهران فسيفساء ثقافية بعبق نوفمبرية. كان معكم في الإخراج كمال مالك وفي رئاسة التحرير ريمان محجوبي. شكرا لكم على متابعتنا، في أمان الله.